تأكيد على مواصلة التحرير حتى استعادة الدولة. ملخص التحركات الأخيرة للشرعية بموازاة المتغيرات الميدانية في بيحان ونهم. فالرئيس هادي وبحسب وكالة سبأ شدد في اتصال هاتفي مع قيادة المنطقة العسكرية السابعة ومحافظ صنعاء على مواصلة العمليات العسكرية ضد ميليشيا الحوثي حتى تحرير كامل الأراضي اليمنية. وأكد هادي على أن هزيمة الميليشيا مطلب وطني في إطار القضاء على المشروع الإيراني. وتأتي تصريحات هادي بالتزامن مع لقاء نائب رئيس الجمهورية علي محسن بقيادات عسكرية من المنطقة العسكرية الثالثة بعد تحقيق الجيش انتصارات عسكرية في بيحان وعسيلان ومداخل البيضاء. ووفق وكالة سبأ فإن اللقاء ناقش خطة تحرير محافظة البيضاء وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. تعيش ميليشيا الحوثي بنظر قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الذبياني حالة انهيار في مقابل انتصارات للجيش الوطني في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو البيضاء في ظل تأكيدات عسكرية في الجيش الوطني عن قرب تحريرها من ميليشيا الحوثي. كان الجيش الوطني قد حرر الأيام الماضية مديريتي بيحان وعسيلان بشبوة بينما توغلت قوات من الجيش في بعض مناطق البيضاء. وتأتي التحركات العسكرية للشرعية في ظل جمود يلف المشهد السياسي مما يوفر للشرعية بنظر مراقبين فرصة تحرير الكثير من المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية.